هو ده المكان. ما تبصيش ما تبصيش، خليك ماشي على طول. انت هتدخل ازاي؟ انا هتصرف. مش خايف حد يشوفك جوه؟ لا لا ما تخافيش، البيبان كلها الكترونيك، مفيش امن عند السيرفر. بصي انت هتسبقيني بخطوه وهتمشي على طول، مفيش دعوه بيا. هنتقابل عند المكتبه زي ما اتفقنا، اوكي؟ بس ما ينفعش حد يشوفك هنا. يلا سبقيني. اسماعيل، خلي بالك من نفسك. بعدين بتتصل فيه معلمتك بالمدرسة بتقلي مدام ليلى أنا بدي أقدم استقالتي. لا معقول؟ والله. تاني يوم بروح لعند على البيت وبصير بترجاها دخيلك اوعى تستقيلي وكل واحدة من تحت راسي. قبل ما نجي لهون على مصر تقيت فيها، سألتني عنك، جوزت وجابت بنت، واحذري شو سمتها. شو؟ ريما. عن جد؟ يا الله كانت ايام حلوة. ماما بدي اسألك سؤال. اسألي. ما زال كانت حياتنا هالقد حلوة، ليش تركتي تنتزع؟ كيف عم ناكل من وين عم نجيب الاكل اخر همه، ما كان موجود معنا. يجيني اخر الليل سكران يواعيكي وانت طفله، قال شو مشتاق لك بده يشوفك، يلعبك شوي ولما ينسى يفوت ينام، ويتركني لحالي بهالليل محتاره كيف بدي ارجع نايمه، بلكي بنام لي شي ساعتين قبل ما اروح على الشغل. والطلاق مش وارد عنا، برايي الكنيسه ما في سبب شرعي للطلاق. شو الحل؟ اتحمل حياتي معه. بس يا ريت وجوده كان مثل قلته، حتى أن وجوده كان مضر. حكيت معه كتير بس فكرة كتير كانت غير الرجال قطع عمره 30. بلاقي حالي قدم خيارين، يا بكفي معه بحياة الفاشلة أو بيخدك لحتى ربيكي ببيت جوه طبيعي. انت عارفة أنه حكيت مع اللي بينظموا المعرض لشوف إذا رح يجي يشوفك. لما بيحكوا شو بيقلون، بسافر مع صاحبتي الجديدة على سويسرا.
في عارف ليه بتحب تشوهي صورة بي قدامها؟ أنا؟ أنا بي رجال فنان، رجال مؤمن، اختار إنه يحارب كرمال مبادئه، مش رح تخبى بصف كرمال ما يصير له شيء. ما بسمح ليك. حتى لو اللي عم تقوليه صح، أنا كنت اخترت أعيش ببيت رجال اسمه ألبير حداد، مش ببيت جوه طبيعي. ميرسي كتير على العشاء. السيرفر الرئيسي بتاع الجامعه باظ، ما اعرفش ايه اللي حصل. طب عملت لي ايه في الجريد؟ ولا حاجه. نعم، السيرفر الاحتياطي كان عليه كل الجريدز، ما عرفتش اغير اللي عليه. ما عرفتش ليه يا اسماعيل؟ اتلخبطت، كان في حد جوه بدل ما وصل الكمبيوتر بالباك اب. هو انت ازاي فاشل كده؟ انت ما بتعرفش تعمل حاجه خالص؟ شريف انا اسف بس انا اسكت خالص. هو انت مفيش منك فايده؟ كنت فاكرك بتفهم، طلعت حمار. انا حمار؟ يا اسماعيل، ما انت ليه قلتي انك بتحبيني؟ انا بحبك.